زي ما شفنا كده في التقرير وزي ما نوهنا، معانا بطل بكل ما تحمله الكلمة حقيقي من معنى، بطل رياضي، بطل في تخطي الكثير كمان من الصعاب، وبطل في تحدي المرض، ودي أعتقد حاجة كبيرة جدا. خلينا نرحب بكابتن أنور الكموني، لاعب تنس ومؤسس حملة تمانيحي الأمل، ونعرف قصته وبعدين نخش على هذه الحملة المحترمة اسما، ونعرف كمان مضمونها إيه. صباح الخير يا كابتن. جدا مبسوط جدا معاكم النهارده. احنا سعداء ومتشرفين بوجودك معانا. احنا في الفقرات دي دايما بنستضيف ابطال في رياضات مختلفه، لكن مش كلهم ملهمين. انت بطل وشخص ملهم للاخرين، وطبعا اكيد من خلال بقى لقائنا معاك النهارده هنعرف تفاصيل كونك شخص ملهم. اولا منور الدنيا. انا بشكرك جدا على الكلام ده. الكلام دي حاجه احنا بنقر واقع من جايبين حاجه من عندنا يا استاذ. ربنا يخليك، شكرا جدا. خلينا نعرف بقى يعني أنور الكموني في البداية، أنت ابتديت إمتى؟ بعد كده احترفت إزاي؟ بعد كده إيه اللي حصل في المرض؟ أثر إزاي عليك؟ معلش سريعا حتى بس محتاجين نسمع. هي أغرب قصة ممكن تسمعيها حتى في الكتاب اللي نزل في معرض، اللي نزل مع الكارما، اللي هو نزل في معرض، الكتاب اسمه وراء ملعب الموت، هو خلص أقل من يومين. ده كتاب أنت عامله؟ هم اللي عملوه الكارما. أوكي. إنتاج الكارما، اسمه وراء ملعب الموت، والاسم حلو شوية. طبعًا. وحكى القصة إن القصة بدأت قرار 21 سنه على التنس، او نحترف يعني اتعلم لعبه التنس 21 سنه وعايز اكون بطل في اللعبه دي. ده اغرب قرار ممكن. كام؟ 21. 21 اغرب قرار ممكن يتاخد في العالم. دلوقتي اللي اي بطل في التنس عاده بتلاقيه ابتدى من سن 4 او 5 سنين. هو وصل للتصنيف في 18، هو عنده 18 مش لسه بيتعلم يعني. فانا كنت متخيل ان ده اصعب مستحيل ممكن افكر اكسره. تخيل ده قرار جنوني، وده اكتر مستحيل. وده كان قرارك لوحدك ده صح؟ كان قراري، واحد صاحبي قال لي ينفع وكان معلومه غلط، وانا قررت بقى التحدي بقى للاخر. وانا من طبيعي بدخل في حاجه ما بعرفش اسيبها غير لما اوصل لاخر حاجه. بدايتك اول مره تتعامل مع الرياضه دي من لا لا كنت بلعب كوره كويس جدا في مدرستي، كنت من احسن الناس، بس في التنس لا. لا انا بكلمك على التنس. اول مره. اوكي. كان قرار يعني. وابتديت من السن النسبيا الكبيره دي. مستحيل اصلا. وحصل ايه بقى معاك؟ طبعا بقى بتمرن بالسبع والثمان ساعات وعارف انت تكسر المستحيل، بس كنت متخيل ان ده اكتر مستحيل ممكن اكسره في حياتي. ما توقعش ده ممكن يبقى اسهل بكتير من اللي جاي. بكتير يعني مقارنه يعني. ف 21 ساعه بتمرن 6 7 8 ساعات، بتضطر بقى تاجل جامعتك، وبعد كده بعض الناس بتهاجم وتحارب، ده بيحلم ده وهم كان اللي بتسمعه يعني. بس بتاجل جامعتك ليه؟ 21 تبقى اتخرجت؟ لا كنت لسه في السنة. يعني انت كمان قررت في توقيت غريب، فاضل لك سنه مثلا. بالظبط كده. وكده من كتر الهجوم في اللحظه دي، فعايزه تتمرني بشكل. الواحد اللي بيكسر مستحيل بيحب يسمع كل حاجه ايجابيه مش اي حاجه سلبيه. ايوه كانت كل ما بسمعها على طول ده وهم، ده مستحيل، ده وهم، ده مستحيل. وده خلق جواك رغبه في التحدي. فكرت اسافر بقى، وكانت قرار برضه قرارتني صعب. انت تاجل جامعه وتقنع اهلك بحاجه زي كده، دي حاجه مش سهله كده. بكره الصبح انا مسافر، فمسافر يعني. وتروح هناك تتمرن مع ناس صغيرين في السن عشان بيقيسوا بالمستوى. فبقيت الحل الوحيد كنت بقى بتمرن بالست والسبع والثمان ساعات غير بلا توقف. عشان انام من كتر الاجهاد، مفيش حل تاني. واول بطوله بقى شاركت فيها؟ بعد كده بقى لعبت بطولات يعني، قدرت اوصل في وقت كنت شهر عندي بيساوي سنه بقى. بعد كده رحت اسبانيا، وبعد كده قابلت بقى فرناندو لونا الراجل العبقري اللي هو كان ترتيبه 20 على العالم، وكان مرن نادال يوم من الايام، وده كان مستغرب جدا من تطور المستوى دوت. وعرفت وقتها ان اخد وايلد كارد في بطوله برشلونه الدوليه، ومستوى قرب بقى يوصل للعيبه اللي عندها تصنيف كمستوى مش كخبره، ودي حاجه مستحيله. وده حصل، قطع ظهري في النص برده، اتمرنت على الكرسي شويه، وكده رجعت تاني. فاول ما خدت الوالد كارد واتصنفت على المين وقتها كان عندي 23 سنه، بعد سنتين بس. وده كان اول، كنت خلاص كنت متاكد ان انا اقدر اعمل كتير، علشان عارف ان المرحله اللي بعديها مرحله خبره الماتشات، لكن مش المستوى بيتطور بقى خلاص. لكن قدرت اعمل اللي بيتعمل في 10 سنين. حلو. وكنت متخيل ده اعظم مستحيل كسرته. بس انت الرياضه دي كنت عارف عنها حاجه قبل يعني التنس؟ لا لا لا. ما تستغربيش ان الموضوع غريب لا جدا. الناس بتستغرب يا استاذ بتتكلم. لا حقيقي طبيعي يعني فجاه كده. انا مش مثلا رياضه حباها عيني عليها من زمان بلعبها، بس بشكل قلنا بنتفرج على ماتش تنس. انا واحد صاحبي هو بيلعب تنس، كان نهائي رولان جراس وقتها اعتقد جاوديو. ده صاحبك؟ فقال لي انت الشخصيه دي، انت الشخص اللي بيحارب، انت ليه ما بتلعبش تنس؟ هو بيلعب تنس اصلا. أوكي. بيلعب هو اللي بيلعب وانت اللي ه... فقلت له بس انا عمري كبير. قال لي لا ينفع، انت ممكن تبقى كده. هو اداني معلومه غلط يعني، وانا بقى كملت. المهم انه قد كان بالفعل ونفع معاك. نفع نتيجه التحدي اللي انت دخلته فيه ده. حلو. طب التحدي بقى الاكبر والاصعب، البطوله الثانيه بقى الدوليه ليا، كنت انا فرحان جدا ان دخلت بطوله دوليه. عارف سنتين تلعب بطوله دوليه ده حلم يعني. واحد سنتين يبتدي يلعب بطولات ويبقى عنده المستوى ده، ويمرنك مدرب من احسن مدربين في العالم زي فرناندو لونا اللي هو كان ترتيبه 20 على العالم وبيلعب. فده كلام كله ما فيهوش فيه طبعا.
الراجل كان بيقول ما حصلش في العالم كله من حد السنتين يوصل لده في 10 سنين طبعا. فكنت بالنسبه لي بقى عارف قمه الثقه والسعاده طبعا. في تاني بطوله دوليه ليا كانت في مقدونيا، طول البطوله انا جسمي قوي طبعا فيزيكلي بالاخص، بقدر العب ماتشات طويله جدا وما بتعبش، حاجه زي نادال مثلا كده. أوكي. طول البطوله من اول 5 دقايق بتعب وده مش طبيعي فيا. من اول 7-8 دقايق بحس ان في حاجه مش مظبوطه. بس انا من طبيعي برضه بكمل. اوكي. يعني من طبيعي بكمل وانا تعبان لغايه ما جه في الماتش الثاني بشوف الكوره بقى 2-3-4 لغايه وقعت في الملعب. بدا يحصل لي انعدام رؤيه فعلا، يعني بتحس اصلا ضعيف جدا، بتحرك بصعوبه طول الوقت جوه البطوله، حاسس برد في جسمي مش عايز يروح. ودي كانت اول مره تكتشف ان في حاجه مش مظبوطه حصلت. بس ما اعرفش ايه، فقلت يمكن برد حاجه كده. رجعت مصر، قلت ان كانت التور بقى تكمل بقى في اوكرانيا والبوسنه، كانت التور كامله كده. فرجعت مصر قلت يعني يمكن تغيير جو حاجه زي كده. الدكتور بتاعي قال لي طب ما نعمل تحليل دم، تحليل رحنا المعمل عملنا السي بي سي، المعمل طلب يعين العينه مره، يعيد العينه 2، يعيد 3، لقينا في الاخر قالوا ده الهيموجلوبين 3. ده ايه؟ الهيموجلوبين 3، 2 يعني موت، الهيموجلوبين المفروض يبقى 13. اوكي. الطبيعي بتاعه من 11 ل 4، فجاه 3. ومفيش مناعه طبعا خالص، مفيش صفائح دمويه طبعا. طب انت ده واقف على رجليه ازاي؟ ده انا قست له كام ساعه والموضوع ينتهي اكتر من المستشفى. الموضوع كان خلاص، كان مفيش، النخاع وقف. اوكي. بس محدش عارف الحاله بالظبط ايه. طبعا كذا مستشفى بترفض الحاله غير القصر العيني الفرنساوي يقبل الحاله، اوضه عزل طبعا لغايه ما يعرفوا بعد باسبوعين بالظبط. نقل دم كل يوم. بعد كده بيعرفوا ان فشل في النخاع العصبي، وده اخطر من السرطان، هو نفس العلاج بس هو اخطر. ان السرطان لما بيجي اكتر من مره بيغيروا النخاع. انا جبت الفاينل ستيج بقى، المرحله الاخيره مباشره يعني. وبعدين طبعا 3 شهور نقل دم، بيحاولوا ينشط النخاع، محاولة قبل ما يشوفوا متبرع، ما نفعش في النخاع، يعني ما تعملوش ريأكتيفيشن تاني. فخلاص مفيش غير حل، زرع النخاع، ولازم يشوف حد متوافق بقى، يا اخ يا اخت. ولو ما حدش متوافق يبقى الموضوع برضو انتهى، مسألة وقت. فطلع اخويا هو المتوافق، اختي ما كانتش متوافقة، وبدأنا نعمل زراعة النخاع العصبي. ودي من اخطر العمليات في العالم، السبب واحد ان النخاع ممكن يرفض الجسم غير ان الجسم يرفضه. يعني لو حصل زرع قلب او زرع كبد او زرع اي حاجة في الجسم، الجسم بس اللي يرفض، لكن النخاع ممكن هو يرفض الاثنين، يرفضوا بعض. فدي من اصعب العمليات في العالم تقريبا. طبعا اتعاملت مع دكتور حسام كامل، الراجل العبقري يعني، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، وطبعا هو عبقري من احسن الناس في العالم في الطب. فكان اول سؤال بساله فيه هو الناس كلها بتسال اعيش ولا اموت، انا بقول له امتى بقى العب تنس تاني؟ طبعا هو في نظره ده سؤال طايش، يعني انت جاي تكلمني في حاجه احنا الاول نعيش وبعد كده يعني ربنا يكرم. انت داخل على عمليه اصلا، هو طبيعي ما حدش بيرجع بعد التنس في العالم كله. وانا من طبيعي على فكره من الشخصيات اللي بسال سؤال بس بكون مدور عليه. انا من الناس اللي برج ايه انا تور. والله كنت هقول التور. ماشي. والله كنت هقول ماشي كمل. فكنت قريت على النت، كنت تعاد بتدور عشان تلاقي امل لنفسك، بتدور ما تلاقيش حد في العالم رجع بعد العمليه دي يعني للرياضه اصلا. وكنت بقرا بقى ايه موضوع لو حصل طرد عكسي يبقى الموضوع بقى اتعقد خالص، وكنت دايما بقول لنفسي لا مش هيحصل طرد عكسي. فالعمليه كانت 75 متوسط. يا انه بيحصل لازم يدوا كيماوي كيميكال ثيرابي، وبعد كده النخاع بيموت، وبعد كده يدوا النخاع الجديد. ووقت نقل النخاع الجديد دوت حصل القلب يوقف شويه، ان فصيل الدم اتغيرت من ال او فصيل الدم اخوه. وايه اللي جرى لك؟ اوكي. هي قصه خطيره يعني. ده صعب جدا الموضوع ده. ده لسه اللي جاي اصعب. ولسه في حاجات جايه؟ ده كل ده احنا لسه في الورم اب. ماشي كمل. طبعا قالوا لي بعد العمليه ما خلصت 75 متواصل. طبعا شكلي اتغير خالص بقى، يعني انا فاكر اول مره ابص على نفسي في المرايه، انا كمان كنت بتفرج بطولات على التنس بتاعي اشوف بقى اصلح ايه لما ارجع العب، وايه اللي ناقص، وايه اللي بيخسرني، ايه المفروض احسنه. فحافظ شكلي. فاول مره ابص على نفسي في المرايه ما عرفتش نفسي. يعني واحد تاني خالص فعلا يعني طبعًا. انا شكيت في فيلم كده، لو انت كنت بتتفرج له اللي تحس ان انت مين الشخص ده؟ هل حاطيني في واحد تاني مثلا؟ هل بدلوني في يعني روحي راحت لحد تاني ما اعرفوش؟ ان فجاه مفيش شعر، كل ده غامق طبعا نتيجه العلاج الكيماوي. طبعا جسم ضعيف هزيل جدا، انك تتحرك من حته لحته بقى صعب. وطبعا الواحد بيكون رياضي بتبقى الضربه اصعب شويه طبعا. فبعد كده بصراحه بعد العمليه ما خلصت قوي بقى، قعدت 6 شهور ما تحاولش ان انت تعمل حاجه خالص عشان ما يحصلش طرد عكس مزمن، وممنوع تقابل حد عشان مفيش مناعه. وطبعا كانت طول الشهور دي كلها ممنوع الزيارات، ممنوع حاجه خالص، ان مفيش جهاز مناعي. فبالتالي لو جالي برد بالنسبه لي كانه صعبه قوي 6 شهور كمان دي. لا كمان لو جه برد بيبقى زي مرحله الموت، يعني مفيش اميونيتي خالص طبعًا. زيرو. انا صراحه خدت شنطه التنس ونزلت بروح العب. ايه لا مش سامعه ايه يعني. بعد ما خرجت من المستشفى وضبت شنطه التنس ونزلت احاول العب. والله
وبعد ما عرفت المعلم ولا لو هو اصلا ممنوعين نعمل حاجه، بس انا خدت القرار ده. خدت القرار ده واهلك كانوا عارفين؟ لا طبعا كانت مشاكل كبيره طبعا، ازاي؟ بس ده كان قرار انا من طبعي كده يعني، يعني عايز اخلي الامل موجود، عايز اخلي الامل نفسه. الشق النفسي عندك يعني كان مهم جدا. لان اصلا ما نجحتش في التنس، حلم كان في طريقه بس ما كملش. لسه عايز ما حققتش حاجه، ما حققتش فكره عودتك للحياه من جديد. مش ده حلم اكبر بكتير من اي انجازات ممكن تحققها؟ ممكن تنس. كلامك طبعا صح ان الصحه اهم من اي حاجه في العالم، او القرار كان جنوني شويه، بس انا كان في نظري هو النجاح والفشل دايما دي النقطه اللي ببص لها في حياتي. انا اتعودت ان احارب على فكره، اتعودت ان احارب وقت اخر. واضح كده طبعا من حتى لغايه النهارده على فكره في التنس ما حدش عايز احققه، عشان كده مش هبطل دلوقتي، لان لسه قدامي 4 سنين كمان او 5، مش هسيب دلوقتي خالص. استيل فايتنج للاخر. ايه الحلم بقى اللي انت عايز توصل له وبعد كده ممكن تهدى على نفسك؟ يعني لما احس ان انا جبت، لما احس ان انا الانسان لما بيحس ان لسه عنده حاجات يقدر يعملها ما بيقدرش يوقف. لما احس ان انا مش هقدر اعمل اكتر من كده، لكن عارف ان لسه عندي كتير ما طلعش. اوكي. فوقتها نزلت رحت الملعب بمسك مضرب التنس، حسيت ان هو كانك ماسك حاجه تساوي 50 كيلو، مضرب تنس خفيف. ما بيبقاش فيه ولا عضله في الجسم. طب الملعب بعد ما كنت بوصل من في اجزاء من الثانيه للملعب كله، بقيت احس ان ملعب التنس كانه ملعب كوره حقيقي. انا مش بهرج والله العظيم. الناس لما شافوني ما عرفونيش، ودي كانت حاجه بتوجعني. اكيد. الناس اللي وجهني في المكان اللي كنت بتمرن فيه لما كانوا بيشوفوني شخصيا فبيسالوني انت حاجز ولا مش حاجز؟ المكان اللي بتمرن فيه على طول، فده كان شيء. نازل الملعب 3 دقايق وخلاص، حتى كنت بلبس بنطلون او كده عشان اخبي، مفيش عضلات ولا في جسم ولا في حاجه. 5 دقايق روحت البيت ما قدرتش اكتر من كده خالص. وعمال افتكر بقى ان انا يعني 5 دقايق بالنسبه لي دولت، زمان كنت بتمرن ب6 و7 ساعات، كنت باجي 10 كيلو في 44 دقيقه تقريبا وبتمرن. الحمد لله النهارده بعمل كده الحمد لله، بس يعني بس دلوقتي وقتها لا، كانت بالنسبه لي صدمه يعني. رجعت البيت كذا يوم بعد كده، فجاه رجعت المستشفى تاني، ان حصل لي طرد عكسي مسموم اللي احنا كلنا كنا خايفين. طبعا طبعا طرد عكسي يعني الجسم يحارب النخاع والنخاع يحارب الجسم، ولو ما حصلش سيطره الموضوع انتهى برضه. طب وحاليا وصلت لايه بقى؟ يعني عايزين برضه نطمن على الكيس حاليا. الحين بلعب بقى زي واحد زي 22 سنه تاني. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الحمد لله ما شاء الله. ومن هنا جات لك فكره صناع الامل، لان عايزين بقى نخش عليها. طبعا عديت مراحل كثيره مستحيله. الفكره بقى الطرد العكسي المزمن لما تعدي منه، اللي هو كبد مشاكل، وزنه 140 كيلو كورتيزون، غرغرينه في الايد. تتمرني 5 دقايق في الملعب باجهزه كتير جدا لغايه توصل 4 ساعات. اللي جت الفكره لما اختاروني في سويسرا في اليو اي سي سي، ودي اكبر منظمه في العالم خاصه بالسرطان، متحكمه في 170 دوله، 1100 منظمه تحتيها في العالم. واختاروني ان في الكونجرس اللي كان معمول في 2020 وورلد كانسر كونجرس، واتاجل ل 2022 في جنيفا. وبعد كده جابوني في كونفرنس ميتنج روم في جنيفا كبير قوي، وبداوا يسالوني اسئله كتير، انت ازاي بقيت الرياضي الوحيد في العالم؟ لما شوفوش حد قبل بعد، ازاي انت اخدت كورتيزون 7 سنين وده بوظ عضلات جسمك كلها تقريبا، حصل هشاشه، ازاي عديت من غرغرين، ازاي اخدت كيميكال ثيرابي ورجعت بنفس القوه اللي انت فيها النهارده؟ هي طبعا كيس تدرس الحقيقه. فمفيش غيرك في العالم، واحنا بنصرف مليارات على الامل للسبورت المنتال، ان علاج السرطان بيلعب 70% علاج نفسي. طبعا انتوا عارفين الحقيقه، كيميكال ثيرابي والكلام ده كله بيعالج، بس المريض لو تصدق انه يخف مش هيخف. ان الموت مكتوب مكتوب، كلنا بنموت باسباب مختلفه، فلو احنا قعدنا نخوف ونقول هموت من السرطان ممكن نموت بالكوفيد برضه. بس انت الموتيفيشن عندك عندك كويس جدا يعني. اصل الانسان كل ما كل يوم بياخد خطوه وستيل حلمه عايش بيبقى عنده امل، دي اللي خليني افكر. فطلبوا مني في سويسرا وقتها، احنا في الكونجرس دوت 3500 مدعو بيتعزم مره كل سنتين. انت التوب بتاعتك مهمه جدا اكتر من 70 دقيقه او 60 دقيقه قدام كل الاشخاص دي، ان بالنسبه لنا انت وجودك كحاله انت عملت اللي احنا عايزين نقول للعالم كله ان في امل. طبعاً. انت رجعت انت بتجسد ده اصلا يعني انت قصتك فيها تجسيد لفكره الامل اللي هم عايزين يضخوها في عقول وقلوب كل الناس. فطلبوا مني دوت وقتها، حد برضو من اصدقائي كلمني قال انت المفروض يا ريت ما يبقاش عندك، ما تعتمدش ان انت تعزم في ايفنتات بس او تتكلم بس. ففكرت فعلا الامل ينتشر يعني. كانت صديقه ليا جدا قالت طب انت انا بشوفك انت لما بتتكلم مع الناس احسن لما بتتكلم في ايفنت يعني. يعني مش احسن يعني، الناس بتحب وده بتعمله ازاي طيب من خلال الحمله بقى؟ احنا بقى الحمله دي فكرنا فيها ان الامل هو اللي بيحرك كل حاجه. صحيح. في عالم حتى الشغل، حتى الانسان اللي بيشتغل الصبح هو الامل اللي بيخليه ينزل ان بكره يبقى احسن، الامل اللي بيخليه يتخيل ذلك. فخلينا مش خاصه بالسرطان بس. ان جنرال يعني خاصه بالسرطان، بالاورفنز الايتام، خاصه بالناس اللي عندها ديسابيلتيز اللي عندها احتياجات خاصه بكل ده. وبدأ من سويسرا الاوبننج بتاعها في جنيفا،
من اكبر اورجانيزيشن في العالم اسمها نو ديفرنس، هي اللي قامت هي اللي تقوم بالاوبننج عشان هم بيعملوا ماراثون جاري، هيبقى يوم 3 اكتوبر ماراثون جاري في جنيفا للناس اللي عندها كوليس ابيلتيز، كل الناس دوت عشان نقول للعالم كله ان مفيش فرق طبعا بيننا كلنا، مفيش فروق، كل واحد عنده مشكله او عنده اعاقه او عنده مرض او عنده حاجه، لا هو مهم بالنسبه لنا. فبدا بسويسرا ورايحه فرنسا بعد كده في ليميغو في يوم 4 و5 نوفمبر، فتحوا 3 ايام مخصوص برضو هتعرض فيها فيلم خاص بتاعي، وهيتعمل بيها برضو عازمين كل الاورجنايزيشنز في خلال 3 ايام انترناشونال كونفرنس في ليميغو في فرنسا. وطبعا بهيه شريك كبير في الحمله ان هي من الرائع الشرف بتاعتها ودخلوا بقوتهم جدا بهيه، ودي حاجه انا كمان سفير لبهيه فبحبها جدا يعني. بجد سفير لبهيه كمان فبحبها جدا، فهم كمان جداً. اي حاجه فيها امل بيخشوا. انت خير سفير، مش مجرد سفير، خير سفير لبهيه. والحقيقه زي ما ابتدينا الفقره دي بان احنا اكدنا على ان احنا معانا شخصيه ملهمه، اعتقد دلوقتي الصوره اتضحت لكل الناس بما لا يدع اي مجال للشك. بنتمنى لك كل الصحه والعافيه، ويا رب ان شاء الله ربنا يكرمك وما تشوفش اي حاجه وحشه بعد كده، ما تشوفش غير كل خير وكل نجاحات. نورتنا فقره، ربنا يخليك، وبشكرك جدا جدا. شكرا ليك يا انور بجد، وزي ما انت قلت قصه الواحد يعني الشخصيات اللي زيك دي انا بحبها، بحب ان الواحد يسمعها فعلا. حتى خلي بالك للناس الاسواق العاديين اللي ما عندهمش مشاكل بس ممكن يكونوا مصابين بتوتر اكتئاب نفسيه مش كويسه، دول برضو انا بعتقد ان هم عندهم ديزابيلتي بس في ذا واي يعني في الشكل اللي هم دي بريسيف ذيم سيلفز، فاهمني اللي هم بيشوفوا نفسهم ازاي. انا بلعب حاليا دلوقتي بفتكر السبع سنين مرض، بقول انا ازاي كنت هنا بقيت هنا. أيوة. فالناس ساعات ما تتخيلش الموقف الصعب دلوقتي، ان لما هيشوفوا بعد فتره هيقول بس هو في نقطه بس هو لازم يحارب طبعا، ان الحياه مش هتتغير وانا قاعد، دي حقيقه. ما هو انت قلت الامل هو اللي بيخليك تحارب وتخليك تكمل، هي دي النقطه. الحمله دي كمان اخر حاجه، الحمله اكبر حاجه في العالم حصلت، ان احنا متعودين عليهم السرطان حمله مده شهرين متواصل طبعا في اكتر من 11 دوله في العالم منها مصر بشكل كبير. ان شاء الله تؤتي ثمارها في الفتره دي باذن الله. ان شاء الله ميرسي جدا. نورنا تاني انت كده كده في مصر الفتره دي. اه طبعا نورنا تاني طبعًا. على كل حال احنا بنشكرك جدا. الفقره دي خلصت، هنروح فاصل سريع ونرجع بقى عشان نتكلم لسه عن الاهلي ومصر المقصه وكايزر تشيفز. اه لا راحت مني. لا كله موجود، كله موجود يا ست الكل.